سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الأجواء الكبيرة جدا، يسعدني أن أكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراة الكبيرة المثيرة المنتظرة. أجواءها غير عادية على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء أيضا صافية، طقس رائع جدا. بقي على اللاعبين أن يظهروا إمكانياتهم الكبيرة في مباراة اليوم وأن يجعلونا نستمتع بكرة قدم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة.